ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري السعودي لكرة القدم، تغلب النصر على ضيفه التعاون بثلاث أهداف مقابل هدفين ليرفع النصر رصيده إلى 28 نقطة. وفاز الفتح على مضيفه الوحدة بثلاث أهداف لواحد ليرفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة بالمركز السادس للترتيب. وتتواصل أحداث الدوري السعودي بمرتين يوم السبت، الهلال أمام مضيفه الخليج على أن يجمع ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.